ام شيخ خانية هلا زماني حاجي كاك احمد الشيخ هو كراوت وتاكو صالي فنجاوهش كوتشي دوائي حبس خاني نقيب ام شيخ خانية بردوان بو هلا نايم بن مالي حاجي كاك احمد الشيخ هو براو بريو لم سردمايا لصالي هزار ونوسط ونوت وهشتوا جنابي كاك شيخ سالاري حفيد جاري كتر درقاي ام شيخ خانية كردو بروي فقير وهجاري ام شاريو خلقي غريبي زورو خلقي كم اندام وخلقي شويناني بياني خلقي بياني هرتو عرفتي في كردستان روى كان ام شوينا ولم شيش خانيه اسفاده كمكو بين ليسا كمان في روز رمضان ايواران نزيكي 3000 كاس لم شيش خانيه سودمند به ووكو عسراني بينن لبيش افطاره بمنجل وبو وسائلنا الراب او مالانيك كم درامت وناتواناي درس كردني خواردني انيه واتر روجانه لروج لرمضان هم روجي لم شيخ خاني حاجي قاك احمد الشيخه 4000 كاس افطار كاتو وغير رمضانيش لني وريا بوني ورو خواردن حاضر كري يعني زي كي حوصته فنجاكز بوش صكز لا شيخ خانك استفاده كانوا نانا خون خم خلقی روشلاتم ایرانم لیرانو هاتم خلقی مهاباتم خم یک کرکاری یک روزانه 3000-4000 نفر لیران نان دخوان پیشتی کرکار و فقیر و هزار لیران بعدی حالا سن خوردن نه خوردن من یه بس شو خوردن کش من ایریا هیچ خوردنی کی کمانیه